وفي إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية، نظمت الإدارة العامة للمرور زيارة لمستشفى سرطان الأطفال لدعم المرضى من الأطفال وتقديم هدايا لهم. كما نظمت أكاديمية الشرطة زيارة للمعهد القومي للأورام لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم. في الوقت الذي تقف فيه وزارة الداخلية حارسا أمينا على تنفيذ القانون لينعم المواطن بالأمان، فإنها تكون أكثر حرصا على تطبيق الأبعاد الإنسانية في الاستراتيجية الأمنية، وهو ما تجلى هنا في تنظيم الزيارات إلى المستشفيات لتقديم الدعم للمرضى بها، كتلك الزيارة للإدارة العامة للمرور لمستشفى سرطان الأطفال. وقد حمل رجال الإدارة معهم الهدايا التي أهدوها للأطفال المرضى، ما رسم البهجة والفرحة على وجوههم. بشكر سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية، بيجي هنا باستمرار، بيجي يفرحوا الأطفال وبيجي لهم هنا برضو هدايا وحاجات، والحمد لله الطفل فرحان باللعبة وده بيساعدنا إن هو يكمل علاجه. أنا بشكر وزارة الداخلية إن هم جو زار المستشفى النهاردة وبسطوا الأطفال، والأطفال مبسوطة جدا. تم إقامة مدينة مرورية استطاع الأطفال من خلالها التعرف على الإرشادات المرورية التي شرحها لهم رجال المرور من خلال نماذج الشوارع والسيارات وإشارات المرور. اتفاجئنا أن وزارة الداخلية عاملة لهم احتفال كبير وجايبة لهم عربيات وهدايا كبيرة يلعبوا بيها وفرحوهم جامد، فبنقدم شكر كبير لوزارة الداخلية أنهم أسعدوا ويسروا كل الأطفال 57. الزيارات جميلة، عربيات واتبسطت جدا ولعبت بيها كتير. كما نظمت أكاديمية الشرطة زيارة لطلابها وضباطها للمعهد القومي للأورام اتسمت بطابع إنساني، حيث قاموا بتوزيع هدايا تذكارية على المرضى من يتلقون العلاج بها، وهو ما ساهم في رفع روحهم المعنوية ويساعدهم على تحمل آلام المرض، موجهين الشكر لوزارة الداخلية على هذا الاهتمام بهم. شرفنا بزيارة من كلية الشرطة، ضباط وطلبة شرفونا عشان يزوروا الأطفال عندنا وقدموا هدايا ليهم، كانت فرحة كويسة جدا للأطفال ورفعوا من معنوياتهم، واحنا بنشكر وزارة الداخلية وبنشكر كلية الشرطة وطلبة كلية الشرطة. الزيارة دي بتتكرر كل سنة واحنا بنبقى سعداء بيها، وهم بيبقوا مستنيينها سعداء بالهدايا التذكارية اللي بياخدوها. ودخل علينا زيارة من كلية الشرطة، بصراحة فرحوه جدا واتبسط جدا بالهدايا اللي اداها له وحفزوه، وكان مبسوط بيهم جدا والله. تهتم الوزارة بتفعيل الجانب الاجتماعي والإنساني في استراتيجياتها بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعظم من حقوق الإنسان، وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية من خلال مبادراتها الإنسانية المتنوعة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.